ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے، اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کے مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب عبادہ کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے طاعون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا جو درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے، لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی، جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا، اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب، اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے، تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کے تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. باب متى يسجد من خلف الامام. وقال انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سجد فاسجدوا وبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير مكذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده
لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم ركع سجودا بعده. ثم به قال حدث ابو نعيم وبه قال حدث ابو سفيان عن ابي اسحاق نحوه. باب اثم من رفع راسه قبل الامام. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن سمع قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يجعل الله رأسه رأس الحمار رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها هي أمها عبدها ذكوان من المصاحب وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء فقبل موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم المولى أبي حذيفة كان وكان أكثرهم قرآنا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفهم. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلون لكم فإن صابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن وصلي عليه بدعته. وقال لا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي وقال الزهري لا نرى أن يصلي خلف المخنس إلا من ضرورة لا بد منها. وبه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطيع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه أو ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني وعن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلي ولم يتوضا. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ براسي فاقامني عن يميني. باب اذا طول الايمان وكان للرجل حاجه فخرج وصلى. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان إذا معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا 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 أو أمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيس قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتزوج فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد رضي الله عنهم طولت بنا يا بني. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنهم قال رجل يا رسول الله اني لاتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته غضب في موضعه كان اشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما منكم الناس فليتزوج فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فبرك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة أبي النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر وشيباني وقال عمرو وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر رضي الله عنه فقرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاه يريد ان اطول فيها فاسمع بكاء صبيه فاتزوج في صلاتي كراهيه ان اشق على امه تابعه بشر بن بكر وبقيه وابن المبارك عن الاوزاعي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنهم يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف ومخافه ان تفتن امه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنهم حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لأدخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتزوج في صلاة مما اعمل مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتزوج مما اعلم من شده وجد امه من بكائه وقال موسى وبه قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب إذا صلى ثم أما قوما وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال باب النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهم قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم باب من أسمع الناس تكبير الإمام وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلت إن أبا بكر رجل أسيف وإن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة فقال مروا أبا بكر فليصلي وقلت مثله فقال في الثالثة أبي الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما راه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا تابعه محاذر عن الأعمش باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأمون ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمرا فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي لي إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس أمرت عمر فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الآية. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خير. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتصوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تصفية الصفوف. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال عن مالك عن سمي عن سؤال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمبطون والمطعون والهدم. وقال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل لهما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبه بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا انس المدينه بهذا. باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهم رايت الرجل مما يلزق كعبه بكعب يلزق كعبه بكعب صاحبه. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري. وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار قال عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى وركض فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنهم قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا وخلفنا ام سليم. باب ميمنتي باب ميمنة المسجد والامام. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قالت قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. ورأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك. فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. باب صلاة الليل. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن الأكوع عن سلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصفوا وراءه. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي النضر عن بصر بن سعيد عن سعيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال عفان. وبه قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بصر عن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. وقال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من صلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعود. ثم قال لما سلم وإنما جعل الإمام ليتم به وإذا صلى
فإذا صلى قائم فصلى قائما فصلى قياما وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراش أن فراس فجوحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمي الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمي الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمي الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال حدثنا إسحاق الباسطي قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع ورفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنهم في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمي الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهم كان إذا دخل في الصلاة كبر وإذا رفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمي الله لمن حمده رفع يديه وإذا قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقرأ بعد التكبير. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو سرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. باب. وبه قال حدثني ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم ركع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دانت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودانت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يختم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنهم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم فقلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باستراب لحيته. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا الشعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء قال وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال خصفت الشمس على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك فتناولت شيئا من في مقامك ثم رأيناك تقعقعت فقال إني رأيت الجنة فناولت عليهم عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم صلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلته هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم
حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم باب الالتفات في الصلاة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوذ قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى بجهم وأتوني بأم بجانية. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل رضي الله عنهم التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رباد عن نافع. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنهم قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الخضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنها قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمار فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأرقد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجل أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم فيقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالصبية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إذا كان عبدك هذا كاذبا ومرياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجبار في الطرق يغمزهن. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن سامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلى فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق اما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال رضي الله عنهم قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاء لا أخرم عنها كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال عمر ذلك الظن بك. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خباب رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرط رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعون الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة وإنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنهم ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. باب الجهر في المغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن عمه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. باب الجهر في العشاء. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابي بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه العتمه فقرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ولا ازال اسجد بها حتى القاه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في احدى الركعتين والتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنهم العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه
قال سجدت فيها خلف أبي القاسم رضي صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاهم. باب القراءة في العشاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين بالزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سامرة رضي الله عنهم قال قال عمر لسعد لقد شقوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما بين الستين إلى المئة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدث إسماعيل قال إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زئت فهو خير. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاد وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ورجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عقاد وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا بالله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين سورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر رضي الله عنهم في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من الثماني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنهم الصبح بهما.
وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفضل بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ بسورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين، كل كتاب الله عز وجل. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح به قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا نرى أنها أن أنها لا أنها ثم لا نرى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وبه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرغة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطبل في الركعتين الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: كنا لخباب رضي الله عنهم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين في صلاة من صلاة الظهر وصلاة العصر، يسمعون الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطبل في الركعة الأولى. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبل في الركعة الأولى من صلاة الظهر، ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك من صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام: لا تفطني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهم لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فضل التأمين.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر الامام باب جهر المامون بالتاميم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمعي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا ركع دون الصف. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همان عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حسن ولا تعود. باب إتمام التكبير في الركوع. قال له ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وبه قال حدثنا إسحاق الباسطي وبه قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهم قال صلى مع علي بالبصرة قال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه كان يصلي بهم فيكبر وكلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون اوفیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.